شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية وسجلت أسعار بيع الدولار 166 ألف دينار لكل 100 دولار فيما سجلت أسعار شراء الدولار 165500 دينار لكل 100 دولار وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد ب 1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن ب 1470 ديناراً لكل دولار.